عرب وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل الباريس عن ارتياح بلاده لوتيرة تنفيذ خريطة الطريق التي تم اعتمادها بين إسبانيا والمغرب. وأكد الباريس خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي جواو غوميث غرافينيو أن تطبيق خريطة الطريق التي جرى اعتمادها خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب في أبريل الماضي بدعوة من الملك محمد السادس تتقدم بخطوات ثابتة ووفق وتيرة طبيعية. وأوضح رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن الربط البحري والجوي بين البلدين استؤنف بشكل كامل، وعقد الأسبوع الماضي بالرباط اجتماعان من أجل التحضير لعملية مرحبة التي تستأنف هذا الصيف بعد توقف دام سنتين بسبب الوباء وبحث تدبير تدفقات الهجرة. بحسبه فإن تعزيز التعاون في مجال الهجرة يتجلى في الميدان من خلال انخفاضات قوية سيما على الساحل الأطلسي، حيث تراجع عدد الوافدين على سواحل جزر الكناري ب 45%، مشيرا كذلك إلى أن مختلف مجموعات العمل ستواصل عقد اجتماعاتها.